ايه طبعا، انت مشكلتك العظيمة في الخطايا ثمن لما تحكيت عن زواج المتعة. اي اوكي، هو سببت لنا اي ازمة في الشرق الاوسط، وكان الدم راح يصير فيه للركبة. لا لا ما في، احنا الحمد لله الكويت ما فيها هذا الموضوع، ما فيها سني وشيعي، يعني التوليفه بالكويت يعني جميله جدا، يعني قاعد تشوفين الان مع الحكومه سنه وشيعه ومع المعارضه سنه وشيعه، الكويت ما فيها هذا اي الموضوع بس زواج وضاح هذا الموضوع. زواج المتعة بقى زواج فيها شيعة المتعه بس. شوف، عشان بعد هو الموضوع راح صار له كم سنه، 13 او 2000 و2007 الموضوع، ما ادري كم سنه صار له. انا وجهه نظري ما كان عندي خطا، احنا انا قدمت الزواجات المتعدده، يعني قدمت مو على فكره ما كان في بس زواج متعه يعني، بس هو طلع للسطح زواج المتعه، قدمت المسيار والعرفي والصيفي ومجموعه زواجات في هذا الموضوع، ولكن برز هذا الموضوع بطريقه، وانا اقول هذا الموضوع الان اول مره اقوله، ان انا ما اقصد شيء، والطائفة الشيعية هم اللي ساندوني، هم اللي وقفوني، هم اخواني وربعي واصدقائي، يعني انا الفنانين اخواني الشيعة كنت انا معاهم ليل نهار، ننام مع بعض وناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونطلع مع بعض، والجمهور الشيعي هو اللي ساندني بداية حياتي، يعني انا ايام مسلسل صاحبة الامتياز كان، او مسلسل جبروت امرأة، كان 90% من الجمهور الشيعه اللي هم صراحه، وحتى قعدنا ايام الخطايا ثمن مع الناس الكبار، كانوا مهذبين معاي وكانوا راقين معاي وكانوا يحموني، وكان لدرجه ان قاعد يقولوا لي لا تروح للمكان الفلاني كذا. هي يمكن خطا من عندي، او انا اذا هم حاسين انه خطا من عندي انا اسف، انا ما اقصد، انا مجرد والله ان الهدف مالي ان عمل درامي فقط لا غير، انا سويت عمل درامي يوصل للجمهور، هذا الهدف النبال، بس ما ندري ان الموضوع يوصل بهذه الكثافه وهذه الطريقه وهذا الهجوم اللي صار علي من ترى الهجوم على فكره صار علي اكثر شيء من خارج الكويت، مو من داخل الكويت. على بالك ناس الدغيدي مسوي لحم فيلم لحم رخيص. اي لا، بالنهايه بالنهايه يعني اذا حاسين ان غلط من عندي انا اتاسف لهم في 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 من هذا المكان، وانا والله ما غلطت، وراح النيابه العمل على فكره يعني، وطلعنا من النيابه انه ما في غلط. اي بس هم رفعوا قضيه، رفعت علي وزاره الاعلام قضيه ورفعوا قضايا وتنازلوا عنها الكويتية. تنازلوا عنها اي تنازلوا عنها. بالنهايه انا خسرت بوقتها، خسرت يعني انا كنت صغير شوي بالعمر وكنت ضايع يعني بالموضوع، ضعت. انا كان الهدف مالي اني اسوي عمل عادي، يعني انا شفت صراحه يعني بدول ثانيه نفس العمل، يعني دول مجاورة، أنا مثلا شفت عمل في إيران، شفت عمل في العراق، يعني نفس العمل هذا، يعني شبيه لهذا العمل ضدنا، دول مفتوحة. أي هو صار لغط على هذا الموضوع، وأنا والله ما أقصد فيه شيء، أنا ما أقصد فيه شيء نهائيا نهائيا يعني. لا بس أنا المشهد اللي طلع نايم، المشهد اللي يعني احنا هو مو حقيقي هذا المشهد على فكره، مو المده ايش كثر؟ هذا لا مو شنو؟ مو المشهد هذا المشهد على مال فوز. ايوه هذا المشهد، مش المشهد المصور للمسلسل، هذا تهرب او يعني انا احنا بوقتها ضحنا بالمكتب، مو عارفين ايش قاعد من يصير، من اللي طلع المقطع؟ ما ادري، الله العالم انا شنو اللي قاعد يصير يعني. هذا صورناه، بس احنا دائما عندنا شغله اسمها تيك 1 تيك 2 تيك 3 بهذا الموضوع، ولكن انا يعني لحد الان متاثر من هذا الموضوع، لحد الان منزعج من هذا الموضوع، لحد الان ان الموضوع هذا تدفع ثمنه. انت مو صار للخطايا ثمن، انت اللي دفعت الثمن. اي انا دفعت هذا الثمن وخسرت هذا الشيء، وانا ودي يعني اذا في احد زعلان مني ودي يعني حكم عليك، يعني اتمنى 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 هذا الشيء، بس النيه الاساسيه ان عمل درامي فقط لا غير، ولا يمكن يعني اخطانا احتمال كذا يعني، كنا صغير واخطاء، وترى على فكره فنانين اخرين في 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 اعمال اخرى وسامحوهم، انا ما تسامحت، انا صراحه ما تسامحت يعني، ولدرجه ان انا وصلت على فكره في شيء يمكن ما اقوله لاول مره، ما ينزل لي عمل في وزاره الاعلام. اي مو هذا انا حتحكي عن ما ينزل لي بس.